صح. مرق 21 سنة بس ساهر وفدية موتن مو حادثة ونسيناها. أنا أحياناً بحس إنه مبارح ماتوا. كل مرة كنت أقنع حالي فيها إنه ساهر وفدية ما عادوا موجودين، بيطلع لي شي وبيذكرني فيهم. وهلأ هي البنت من وين طلعت بوشي هيك فجأة؟ شو معناته هالشي؟ الوجع يلي سكرت عليه قبل سنين رجع، لا وعم يكبر من جديد. شو اللي عم بيصير؟ وليش؟ على ما يبدو إنه القدر رجع يلعب فيني مرة تانية. ليش؟ ليش عم بيصير هيك؟ بس أنا ما رح استسلم، ما رح أضعف أبدا، رح لاقي حل هالقصة. سامرات، كنت عم بستناكي. منقطع الجاتو؟ ايه. وين خالتك؟ مالي شايفتك. بس تلاقي حالة مرتاحة بتجي. أكيد هي منيحة، ما فيها شي. أكيد هي منيحة. هلأ لا تاكلي هم الجاتو إذا بتريدو، حطه عندك. شكراً إلك. ما رح تقطعي الجاتو معي؟ لا لا أنت قطعه. يلا شو ناطر؟ قطعه. بالأول أهلك. مظبوط. تفضل بابا دوق. تفضل. شكرا. عن جد مو معقولة أبدا. هي البنت مختلفة كليا عن فدية وحركاتها، بس وشها هو نفسه. هذا الوش من سنين نكد علي حياتي، وأنا حاسة في شي سيء رح يصير. حياتي صارت بخطر. هالبنت غريبة وما أنا مريحة، وإحساسي ما بيخيب. ماشي شباب، تصبحوا على خير. شكرا لجيتكم. مع السلامة. شرفنا. وأخيرا سمرات. إيه؟ الحفلة كانت ظريفة كتير، بس بتعرف أنا جاية من سفر وبعدين حضرت الحفلة. ما بتتخيل قدي أنا تعبانة. يا ترى فيني ارتاح؟ سامرات حبيبي، يا ريت تاخدها على غرفتها. أكيد تفضلي. شكرا. رفيتك ما فيها تبقى عنا. خالتي